إذن طبعا احنا معاكم في المحطة الحوارية الأولى من برنامج مساء الخير يا كويت، ويجمعنا طبعا أو تجمعنا هذه المحطة مع المهندس مصطفى محمد الحمد الباحث في تكنولوجيا العملات المشفرة. حياك الله، سعداء جدا بتواجدك معنا هني. وبداية خلنا يعني نتعرف على العملة الإلكترونية المشفرة. الله يحييك اختي مشاعل، الله يحييك اخوي فهد، يعطيكم العافيه على الاستضافه الحلوه. واحب اهني سمو الامير وولي عهد الامين والشعب الكويتي كافه بمناسبه العيد الوطني وعيد التحرير. بدايه قبل استرسل بالعمله الالكترونيه، اول شيء خلينا نعرف العمله الرقميه. العمله الرقميه ممكن تكون اي عمله تداول خلال الانترنت. حلو. يعني ممكن نقول الدينار الكويتي اللي بالفيزا اللي احنا نتعامل معه كارقام، هذا يعني يعتبر عملة رقمية. لكن الفرق مثلا بالعملات اللي صيتها ذا الفترة الأخيرة خاصة اللي هي البيتكوين وغيرها من العملات، أنها تعتمد على اللامركزية، السيستم اللامركزي. شنو اللي أعطاها السيستم اللامركزي؟ اللي هو البلوك تشين. يعني في ناس وايد تخلط بين البلوك تشين والبيتكوين. هي البيتكوين طلعت ردة فعل على الأزمة الاقتصادية ب 2008. فبالتالي اللي طلع اسمه ساتوشي ناكاموتو هذا مجهول الهوية، لكن اخترع البيتكوين وبناها على البلوك تشين. حلو. اللي هي السيستم اللامركزي اللي ما يعتمد على بنك مركزي، يعتمد على الناس اللي قاعد تتداول بهالموضوع كله. حلو. مهندس مصطفى، تاريخ البيتكوين والبلوك تشين لو نتكلم عنه أكثر ونعرف السادة المشاهدين. ممتاز. البلوك تشين بدأ سنة 91. حلو. وما كان يعتمد على العملات. كان مجالات تطبيقات أخرى، يعني مثل الشركات بينهم كانت تسوي بلوك تشين، كان نظام مشفر ومعتمد، يتداولون بينهم مستندات خاصة، أشياء سرية ما يبون أحد يطلع عليها. لكن البيتكوين يت مثل ما قلت لك ب 2008، طبقوه على البلوك تشين هذا. كونه نظام مشفر ونظام آمن، أي شخص يقدر يستخدمه. البلوك تشين يعتمد على الأشخاص أن تكونوا مشغلين كمبيوتراتهم على أساس النتورك، البرمجة هذه تكون شغالة طول الوقت. حلو. معناته إذا طفوا الكمبيوترات ما في شيء اسمه بلوك تشين ولا في بيتكوين. فعشان كذي الناس تشوفها اللي تشتري كمبيوترات اللي قاعد تسوي عملية التعدين أو المايننج ببيوتها تضمن عملية البلوك تشين تكون شغالة والعملة تكون مستمرة. حلو. نعم نعم. إذا يعني العملات هذه مرتبطة بالكمبيوتر. بالضبط. زين، ماذا عن العملات الأخرى؟ يعني ماذا عن تداول العملات الأخرى؟ ممتاز. هي غير البيتكوين في عندك 1500 عملة، من ضمنهم الإيثيريوم والأيوتا وغيرها من العملات اللي هم تعتمد على البلوك تشين أو غيرها من الأنظمة. فالتداول قاعد يصير حاليا عن طريق المواقع التداول اللي هو الاكستشينجز. الناس شو تسوي؟ تشتري البيتكوين بالمحفظة الإلكترونية، تدش الاكستشينج، تضارب مثلا ارتفعت البيتكوين، حلو، يبيعها، يكون الفرقية الربح من وقت الشراء إلى وقت الحالي هذه ربح. فيبيعها ينتقل مثلا حق عملة ثانية نازلة. وبعدين تنزل البيتكوين فيرد لها يشتري مرة ثانية. فهذه المضاربة فيها الربح. يعني لما ينزل السعر ويشتري. بالضبط. ترتبط هي في البورصة ولا ما لها شغل؟ لا ما لها شغل. ما لها شغل في البورصة. طيب مهندس مصطفى، يعني التعدين أو التنقيب نتكلم عنه بشكل أوسع. ممتاز. مثل ما قلت بالبداية، التنقيب أو التعدين بالمسمى العربي إنجليزي هو المايننج المشهور. أجهزة هي كمبيوترات تعمل على نظام التوافق. شنو التوافق؟ يعني ما بي أنا أدش بتعقيد داخل التكنولوجيا نفسها. هي كنا أنا أوراق موزعة على أختي مشاعل وأخوي فهد وباجي الاستديو. الورقة فيها كل عملية صارت على البلوك تشين والبيتكوين من أول ما بدأ. من أول ما بدأ. من أول ما بدأ. وكلكم عندكم نسخة منها. حلو. أي شخص يأب بعدين بيعدل على مثلا خلينا نقول ورقة أختي مشاعل، بيعدل على شغلة بيخربها، كلهم راح يشهدون عكس هالتعديل. يعني لابد ان يكون في موافقه. ايوه بالضبط. على من العموم. بالضبط. من الكمبيوترات النظام انه يوافق انه راح يقولون ان هالعمليه هذه مو موجوده اصلا. موجوده او غير موجوده. اي بالضبط. فهذا اللامركزيه. لكن اذا انت عندك سيستم مركزي تضرب هالسيستم هذا كل شيء انتهى. طيب ماذا عن يعني مستقبل هذه العملات؟
والله المستقبل يعني هي حاليا العملة قاعد تهدد كثير من الأنظمة الاقتصادية. أنت قاعد تتكلمين عن بنوك مركزية وقاعد تتكلمين عن سياسة دول، فأكيد قاعد تحارب بشكل قوي بشكل كبير العملة هذه. البنوك تحاربها؟ يعني ما أبي أنا أحدد بنوك وغيره. يعني مستقبلها حاليا هي بين حرب يعني، وبس من 2009 للحين يعني قريب العشر سنين. حلو. أمورها تمام يعني. حلو. مهندس مصطفى، محاضرة خلينا نقول العملات المشفرة اللي طبعا نظمتها جمعية مهندسي التصنيع، تكلمنا عنها. حلو. احنا جمعية التصنيع الأمريكية قبل فترة نظمنا محاضرة، هي كانت توعية حق الناس اللي حابين يعرفون العملات المشفرة. حلو. وكان فيها أجزاء، وكان فيها أخواني كانوا المتحدثين من جمعية الرقمية، أخوي مهندس نايف العنزي وغنام العتيبي ومحمد البلوشي وعبد الله القطان. فكانوا هالأربع متحدثين تكلموا عن البيتكوين من A to Z. حلو. من الأول إلى الآخر، والحمد لله كان الحضور مستانس وعرفوا شيء كبير عن الموضوع. حلو. يعني كنوع من أنواع التثقيف. بالضبط. يعني أنا برأيي أستاذ لابد من يعني تكثيف مثل هذه الندوات أو المحاضرات للتعريف يعني نظام هذه العملة. بالضبط، كلامك عادل. لأن أنا يعني أنا وايد كنت أسمع فهد عنها، يعني قاعد أقول شنو هي أساساً. فإحنا يعني نقصتنا بعض المعلومات من كتعريف يعني عنها. إيه؟ صح. وكلامك على ما تم أن الحضور كان يعني رهيب بالقاعة، يعني اللي الناس كلها ودها تعرف. حلو. سواء اللي عنده خبرة واللي ما عنده خبرة يعني. حلو. طيب ما في يعني خلينا نقول في الخطط المستقبلية راح تقومون أيضا في نفس هذه المحاضرات وتوسعة أكثر؟ والله مبلا مخططين إن شاء الله يكون مثلا يعني تغنية أكثر وأهم تعادل التوعوية هذه. حلو. شلون شايف يعني ردة فعل اللي حوالينك في يعني بالتعامل مع هذه والتداول مع هذه العملة؟ اي يعني بداية كانوا ناس تستغرب، خايفة وتستغرب، تدرين شيء جديد يعني. النظام المالي كان يعني بالتداول الذهب، انا اشتري بالذهب بعدها اوراق مالية، والحين شيء يعني طفرة، قاعد اتكلم عن شيء بالانترنت يعني. صحيح. فالناس لما تشوف الاجهزة هذه المايننج عبالها نفس الكاشير، يطلع درج وفي فلوس بس هو كله على الانترنت يعني. كله على الانترنت. اي بالضبط. وهو حتى خلينا نقول هو قاعد في بيته يعني يقدر يتعامل مع هذه العملة في التداول. بالضبط. وهو في بيته عبر الانترنت. بالضبط. ومن شخص لشخص يصير دايركت، ماكو وسيط. حلو. انا بشتري منك مثلا شغلة على طول بيني وبينك. حلو. طيب شنو المقومات مثلا نقدر نقول ارتفاعها او انخفاضها هذه العملة؟ تتأثر في شنو؟ حلو. هي تتأثر بالعرض والطلب. ان في ناس مثلا تبي تبيع، مثل ما قلنا صعدت العملة تبي تبيع الناس، فالعرض اذا زاد سعر العملة ينزل والعكس صحيح. وهم الاخبار يعني تأثر بالناس انها تبيع، تبي تطلع من الموضوع. حلو. اللي شاكه بالتكنولوجيا نفسها. حلو. اذا احنا طبعا وصلنا معك مهندس مصطفى محمد الحمد الباحث في تكنولوجيا العملات المشفره الى ختام لقائنا، شكرا لوجودك معنا. العفو، قواكم الله، يعطيكم العافيه. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ولا نعود، خلكم معنا.